مباراة النجم الساحلي واتحاد بن قرديان في الجولة 13 من الدوري التونسي. لكي تشير معنا المباراة معك فضل التطبيس لكل سرابي قنيس، وشكرا لكم مسبقا. ملعب المستضاف للمباراة ملعب استاد بن قرديان. توقيت المباراة سوف يكون في 8:15 بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، و5:30 بتوقيت القاهرة، و6:30 مساء بكل من توقيت قطر والسعودية والإمارات. أما بالنسبة لقنوات النقل المباراة قناة الكاس اتش دي 2 الناقل الحصري للمباراة. نتمنى لكم فرجة ممتعة، لا تنسوا دعم البيع والشراء بقناة وتفعيل خاصة على الكل لكي توصل دائما مواعيد وتفاصيل المباريات القوية والمقبلة. ونضربكم موعد في موعد قادم.